السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى، دي قناه عيش السفر. النهارده عندنا فيديو جديد وطياره جديده. النهارده احنا مسافرين من دبي للقاهره على اميريتس ايرباص. اميريتس ايرباص يعتبر اكبر طياره في العالم ومن افخم طيران في العالم برضو. الطياره بتتكون من دورين، الدور الاول اللي احنا فيه دوت ده الايكونومي كلاس، والدور الثاني بيبقى البيزنس كلاس والفيرست كلاس. طيارة فخمة زي ما انتوا شايفين، كل كرسي في الشاشة بتاعته، كل حاجة فخمة الصراحة في الإمارات. خلصنا إجراءات سفرنا وخلصنا كل حاجة وركبنا الطيارة، ودلوقتي الطيارة على وشك إنها تعمل التيك أوف. الطيارة زي ما قلنا طيارة كبيرة. الطيارة دي ما كانتش دايما بتسافر لمصر، بس من سنة تقريبا خلاص رجعت تاني مصر. الطيارة حجمها كبير جدا وبتاخد مسافرين كتير، اكبر من اي طيارة طبعا. طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا لسه في مطار دبي الدولي. مطار دبي الدولي طبعا كله معظم الطيران اللي فيه بيبقى طيران الإميريتس، ويلا بينا نطير. وبسبب حجم الطيارة الكبير ده بيبقى نادرا لما بيبقى فيه مطبات هوائية او مشاكل في الاقلاع او حتى الهبوط. خلاص الحمد لله دلوقتي عملنا التيك اوف بكل امانة الحمد لله، ودلوقتي تقدروا تشوفوا دبي من فوق. المناظر جميلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. طبعا طيران الإميريتس بيقدم وجبة على الطيارة، الوجبة بتبقى كويسة جدا انا شايف كده، وخاصة البيف بيبقى مع باستا وسلط وبسكتس وحاجات كتير، وفي حلويات ومية والدرينك اللي انت عايزه. طبعا كل ده بيبقى مع التيكت نفسه، وده طبعا بخلاف الطيران الاقتصادي زي العربية للطيران او زي فلاي دبي. كل الطيران دوت لو انت محتاج تاكل او اي حاجة فبتضطر ان انت تدفع، او بتبقى دافع قبلها برضو بيبقى زيادة عن التيكت، بتبقى انت حاجز وجبة على الطيارة. وهنا الحمد لله خلاص وصلنا القاهرة، وتقدروا تشوف القاهرة من اعلى نقطة فيها، وده مطار القاهرة هوت. الحمد لله وصلنا الى ارض المطار. اتمنى الفيديو البسيط جدا دوت يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة او السبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد ان شاء الله. عندنا فيديوهات كتير جاية الفترة الجاية، وعندنا سفريات كتير ان شاء الله. شكرا.